موجود ابو دباك، احنا معاك ابو دباك. ايه كيف كانت الجمهره حوالي ابو دباك وكيف ينافقوا له ما وكيف موجود؟ سؤال، ليش وقت اللي بتحكي كلهم بيضحكوا؟ يعني ما همش فاهمين، ما همش فاهمين اي حاجه. ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم، نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم، جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. أنا كل ما بسمع سيرة الكريات، كريات شو؟ كريات الدم الحمراء، مو البيضاء، اثنيناتهم بصيروا. كنت عم تنصحهم؟ ايه، هو عمل حجامة. ايوه، فبعد الحجامة عم بده يدخن، فاحنا ننصح انه ما بيدخن بعد الحجامة لبنت 4-5 ساعات، اكثر يستفيد اكثر ويرفع عنده عامل مناعة اكثر. معناته اللي بيساوي حجامة وما بيدخن بالمرة بيستفيد اكثر؟ طبعا. لا تدخنوا. ما بيسمع الكلمة. جربت تترك التدخين؟ جربت. بدي إرادة، ما قرار يعني. إرادة. يعني هو مصروف وشو بنفس الوقت صحيا صعب. صعب. بس بقول لك واحد عم يتسلى، بصير رفيقنا الدخان، يعني بيقنع حاله الواحد. إيه، عايشين لحالنا هون. إيه. ما في أهل، ما في حدا، تارك عيلته. بيلاقي هيك شغلة تريحه شوي. على الطرف الثاني بتعرف شو لازم واحد يساوي؟ انه بالغربه انه ما يقرب يعمل شيء يأذي، يعني فبالتالي لازم يهرب منه، يضحك على حاله. اي فعلا هي هيك. يلا انوي ان شاء الله. ان شاء الله. انت بعيدك ما بتدخن؟ والله عادي، باكيت بالاسبوع. بالاسبوع باكيت؟ ايوه. حلو، يعني اخف. يعني اخف منه، انا كثير قليل بدخن. قليل صار لك زمان على باكيت؟ لا والله، انه صار لي شي سنه بدخن، بس كل اسبوع باكيت هيك، يعني ما في والله، كل يوم سيجارتين ثلاثه حسب. ايه بمروا يعني. بس خليك على الباكيت ان شاء الله، ان شاء الله مبطلوا كله. تنصح يقطع ولا تنصح الاخ انه يخليه على باكيت؟ هي استغربت منك. ايه هلا انا يعني نفسيا، يعني المريض السكر اول ما بيفوت على عياده في دكاتره بيضيفون سكر حلو يعني مشان ماي، فانا بقول له معك يعني دخن، بتخليك على الباكيت شوي شوي يعني، لانه كمان هي المشكله في يعني مرض بيكون واحد منا مثلا، يعني انا ياما بيقولوا لي هيك كذا ما بعرف ايش، بتلاقي الرد يعني انت بدك تعلمني، ايه بصير في رد. رده فعل الغرور لدى الانسان هاي موجوده عند كل البشر، لكن احنا كصحه عامه بالنسبه للجسم لازم نعرف اللي يضرنا واللي ينفعنا، خصوصا انت قلتها في البدايه احنا في غربه ولازم ناخذ الشغلات المفيده لنا ونكون صوره حلوه كمجتمع. طب هاي الشباب ما بالك الكبارية، ليش لازم يديروا بالهم؟ يا ريت الكبارية بس، النساء كمان، ليش النساء صارت ظاهرة منتشرة جدا؟ ايه ايه، فعلى مين نحط العتب هون بهذا الأمر؟ نقص عامل الثقافة ولا ايش؟ انفتاحهم على مجتمع جديد. فعلى مين نحط اللوم؟ حضرتك من سوريا؟ ايه. من وين؟ حسكة. الحسكة. والله ليش تاك ضاربة على درعا؟ مو لا، ضرب على كل المناطق. او انت راك اول اللغه العربيه، فذلك اللغه العربيه الفصحى اكثر شيء. ضوع اللهجه بس منيحه هاي. من الحسكه، من وين؟ من الشدادي. شدادي، ما بيهمنا انه نحدد مكان او نقطه معينه كمجتمع. ايه بس لا، الشدادي ومرقدة يعني هذول تاريخ. تاريخ، نعم. نعم. اخواننا الارمن اول ما اجوا لوين؟ والله ثقافتي محدوده بالتاريخ. ما بتعرف هي المعلومه؟ ما بعرف. هي معلومة، ما هي يعني انه اول ما نزحوا يعني مثل شلون نزحنا نحن وهربوا من الموت والدمار وكذا ولا هي، راحوا على الشدادي، فهلا بالنسبة لنا الشدادي هي مثل المزار. اول ما راحوا لهنيك والناس. طب احنا ليش يعني نرجع لعند ثقافة الارمن؟ ليش ما نتكلم عن ثقافة اخوتنا الفلسطينيين، التغربة الفلسطينية؟ وين صاروا هلا؟ رجعون شيء؟ لا ما بقصد فيها هيك، بس بقصد المكان. ايه كمكان. ايه ايوه، المكان بالنسبة لهم الأرمن هو بسوريا مو بأرمينيا. طبعا. ايه بس يعني له شيء. اثنين يعني السوريين معروفين عنهم انه كثير استوعبوا مهجرين ونازحين. نازحين. من زمان يعني، من مئات السنين. مئات السنين، نعم. ما هو يعني انه جديدة. ولكن بس نحن ما عم ما عم تزبط معنا انه نعيش بمجتمعات اخرى؟
لا يعني ما عم يرفضونا. ها ها ليش عم يرفضونا؟ عم نطبق قواعدهم غلط؟ لا في سمة عامة يعني أحيانا بيقول لك والله واحد عمل شغلة بالشارع واحد راحت على الكل، هو المفروض يعني مو هيك، بيقول لك الأصابع مو كتلة. ففي موقف باتجاه مثلا الأوروبيين الأمريكان بتركيا هون أحيانا بتحس إنه هذا سوري عربي كذا، يعني في يعني في ردة فعل، ويقابلها إيش؟ يقابلها انه رده الفعل هاي عم تكون على مجتمع كامل، ما عم تتطبق على شخص معين. السوريين بلبنان بيعانوا ما هيك؟ ما بتشوف الفيديوهات وتشوف كذا منتشره جدا. طب اللبنانيين كانوا عنا ما شافوا نفس الهاي، بس لكن هون الحمد لله ما يعني الامور طبيعيه والحمد لله استغل. هو بيضر الكل يعني هذا التآخي حلو يعني ان كان مسلم ولا عربي ولا اجنبي يعني ما له علاقه. يلا هي رجعنا على موضوع الدخان نفسه. المدير دكتور كيفك؟ كيف صحتك؟ تفضل. مصر في تركيا. نعم. شو عامل بالعالم انت؟ في مصر؟ ايه لا هنا تمام الحمد لله. ايه الحمد لله. مبسوطين. دكتور خالد. نعم. انت هون شو عم تسوي بالعالم؟ الشعبية القوية تبعك والحمد لله يعني العلم سابقك والاسم سابقك، يعني الواحد هي همة ما؟ الواحد يكون همته قوية. تمام ان شاء الله. بإذن الله. صاحبة أنت والإعلام ولا مو صاحبة؟ نعم أصحابه أنت الإعلاميين مثل القنوات يعني الإعلام معه أنت ولا؟ طبعا. ولا ما بتحب تقرب على الضوء؟ وبعدين؟ ليش سبب الشهرة؟ سبب الشهرة أننا بفضل الله رجعنا إلى الطبيعة. وعاملنا الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى الحمد لله. بس هي يعني المعلومات للناس يعني في يعني جماعة نقول أمية بالقصة بس كتير مبعدين يعني عن الحقيقة. بس العودة للطبيعة والعلاج بالأعشاب والحجامة والطب النبوي لابد أن يكون الشخص يكون ذا علم وذا ضمير ويراعي ظروف الناس ويخلص في عمله، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيوفقه. وما درست الموضوع أنت دارس في جامعات 20 سنة وأنا خريج دبلوم، أنا محضر دبلومة في الطب النبوي وعلوم الأعشاب 27 سنة من خلال منظومة دكتور مثلا في التحاليل، واخد دكتوراه في التحاليل والمايكروبولوجي، كان مستشار لي الدكتور عاطف طنطاوي أستاذ الكيمياء الطبية بصيدلة المنصورة، كان مستشار لي الأستاذ حاتم فتحي علم الميكروبيوتيك، وكان هو بايوكيمستري، وكان علوم كثيرة جدا. ابن أنا طبيب صيدلي، فالأمور علمية بحتة ولا نقول مثلا شغلة عطار هو يعرف العطارة فقط والبهارات، ولكن المتخصص في الأعشاب اللي دارس اللي كان بيتعامل يعني أنا بفضل الله عز وجل كنت بتعامل مع شركات أدوية بإذن الله، شركات مشهورة جدا في مصر لا داعي لذكرها حتى لا تكون داعي لهم، وكانوا يأخذون مني زيت الحب الرشاد وزيت السمسم وكل هذه الأمور، وكان في تعاون علمي بروح أنا والمستشار بتاع الدكتور عاطف طنطاوي أستاذ الكيمياء الطبية بصيدلة المنصورة، ومعايا كان برضو مستشارين دكتور عادل جبر مجمع البحوث القومي واخد دكتوراه في الزيوت وفي الزيوت والدهون، وكان مستشار لوزير سابق بفضل الله، يعني الأمور علمية بحتة علمية بحتة. لا نعمل من خلال مجال مثلا الدجل والشعوذة وهذا الأمر أو الاجتهادات اللي بدون دراية أو يكون الأمر فيه علم، فيه علم بإذن الله. يلا هالشاب السوري عندك ما هون بال نعم بالطب النبوي شاطرين السوريين بالقصة ولا بدون؟ لا شاطرين جدا ممتازين جدا ممتازين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مخلصين في العمل والأمانة بسم الله ما شاء الله. يلا لقونا طريقة ترجع الوحدة بين سوريا ومصر، ما له طب بديل بعد عمر طويل إن شاء الله بعد أن نصلح أنفسنا في الأول إن شاء الله. شكرا دكتور. الله الله يبارك. فرصة سعيدة. مساء الخير. كيف الصحة؟ عم ندور على أصغر محل سوري، فقالوا لنا لك في هون محل متر بمترين بس. إيه مبروك، صار له زمان المحل؟ صار له شي 15 يوم بس. معناته الدعاية والله واصلة يعني. والله الحمد لله.
يعني انت تجربه اولى بالنسبه لك كبنت سوريه هيك يعني ليش لا حبينا نجرب بشيء شوي صغير وعقدنا وهيك وبعدين ان شاء الله بنتطور باذن الله. في يعني طموح على انه يكون اكبر من هيك ولا مو تسلايه القصه؟ لا مو تسلايه شغل ان شاء الله باذن الله اكيد في طموح ان شاء الله. البسه واكسسوارات وهيك يعني شيء على الخفيف على الناعم. ايوه شيء هيك بخص بعدين يعني الطبقة المتوسطة أو اللي بحاجة بتقدر تجي تشتري يعني بتراعوا هيك شيء أكيد إيه طبعاً أكيد بإذن الله. هذا كان طموحك ولا كان في شيء آخر؟ هلا أنا طموحي كل واحد طموحه أكبر من بس ببلش خطوة خطوة وبعدين بيتطور بإذن الله إن شاء الله. ما في معوقات؟ لا الحمد لله رب العالمين. هو في بس الواحد يعني ما بيحكي كل شيء أكيد أكيد في بس حالياً الحمد لله كله عم نقدر نسيطر عليه يعني الحمد لله. لحالك هون معك حدا يساعدك؟ لا هلأ أنا بصراحة يعني أنا بشتغل بالمحل وفي صاحبة المحل بتجي كمان عندها سورية صاحبة المحل؟ طبعاً سورية. رفقات أنتوا ولا كيف اجتمعتوا؟ والله بالصدفة اجتمعنا كانت هي حاطة منشور على الفيسبوك وأنا دقيت لها واتفقنا وجيت اشتغلت معها. مش الحال؟ ايه مش الحال الحمد لله. حلوة هالثقة هي يعني انه بيقولك الارواح بتلتقي بين بعضها. ايه سبحان الله من اول لقاء من اول ما شفتها كتير ارتحت لها وثقت فيها كتير وهيك وهي باذن الله هيك كمان. من سوريا من اي محافظة؟ انا من اللاتقية وهي من حمص. يعني في خط قريب طبعا. اول مرة بتتعاملي مع الحماصة؟ هلا انا بشتغل معهم اي اول مرة بس بعرف حماصنة وما شاء الله عليهم ناس بيجننوا. كيف لقوا الحماصنة اللواتقة؟ هلا بشكل عام اللواتقة من محبوبين ولأنه أنا ولاتي والله هني قراب للحماصنة ها يعني بتحسي طرطوس اللاذقية حمص هذا الخط هيك طريقة تفكيرهم حكيهم ايه هيك بيصدقوا دائما يعني ما بيكذبوا حدا انه يعني كثير طبيعيين حلوة وهيك بالضبط. ما بدنا نكتر عليك الأسئلة. تسلم يا رب. شكرا لك. شو اسمك؟ اسمي مها. أهلا وسهلا فيكي مها. شكرا. موفق إن شاء الله. شكرا. أهلا شكرا. كيفك؟ الحمد لله. بردان؟ لا مو بردان. ما مبين مو بردان؟ ممكن هربت من الكاميرا. طيب شفت الكاميرا؟ أكيد. شلون لمحتها وانا من بعيد عم بطلع فيك انه حاطط هي يعني ما دفع كاميرا من المايك عرفت ايه لا من بعيد ما شايفني كان يعني كيف لمحني لا انا شفت من المايك مع الـ الاخر يعني عرفت باللي انا جزائري يعني مستحيل راح اوصل لك المعلومه راح اتعب اوصل لك المعلومه يعني لا اذا انت مع السوريين هون ما ما رفقتك سوريين وجزائري اردنيين وجزائريين والله لا هيك السوريين فأنا انشديت هلا صار أكثر ما شاء الله من الجزائر من وين؟ من بسكرة. بسكرة بعيدة عن مناطق منطقة العاصمة كتير؟ بعيدة تقريبا واحد 400 كيلومتر بعيدة منطقة تمر في الجزائر يا عم ما تنحكي انتوا عم انه تلبك خلاص يعني أردني حضرتك؟ لا جزائري. جزائري مين الأردن اللي هرب؟ الأردن هون وهون احنا عرفنا البوكلي ده ايوه طيب الفلافل ما تفضل لازم مشيت بالأردن الفلافل ولا كثير ماشي احنا اصل الفلافل اصلا مدين عشان في الصوره يلا منيح الواحد يعني السوريين بيستفيدوا من الأردنيين والأردنيين بيستفيدوا من الجزائريين ان شاء الله حلو الاجتماع هذا يعني شكرا لتركيا عم تجمع تجمع كل الدول الربيع العربي بده يطلع من هون من هذا الشارع اصلا ليش بقى المركز بربي المركز هذا في فوق مسار وجزائريين تونسيين مغاربه كل الجنسيات فوق حلو هذا البناء معناته تجمع عربي بالضبط اطلع واستقل خلاص بقول لك نقي واستقل مين المحرك اكثر من الموجودين السوريين ولا الجزائريين ولا الاردنيين ولا سوري واحد فيه لكن الاساس كلهم سوريين مدرسين سوريين سوري واحد والباقي كله في طلب واحد او اثنين سوريين فلسطينيه اكثر يمكن في حوالي اربع فلسطينيه منيح لحد الان مزبط السوري بيناتهم السوري موجود كثير هنا في اسطنبول بس يعني مع الوقت يمكن يكون اكثر يمكن يكون اقل يعني ما تعرف السؤال ليش وقت اللي بتحكي كلهم بيضحكوا يعني ما همش فاهمين اي حاجه
كيف راح نشرح حاله؟ اي سالته لقيته يعني ما بده يجاوب يعني هيك هادي او يعني ما انه هادي شويه وما بحب كثير الاضواء هون بينتو الكاميرا بتحبه اكيد انتوا من اي قناه ولا من اي نحن قناه يوتيوب لعنب بلدي برنامجنا اسمه وين ما كنتوا تكونوا هو خاص بالسوريين بس نحن سعيدين كثير انه اجتمعنا فيكم ما شاء الله يعني فكره مليحه كثير يعني انتم تشوفوا السوريين وين السوريين موجودين وراهم هو المركز هو مركز هذا الخوارزمي هو مركز تقريبا المدير بتاعه سوري معمر جهه السوريين في كثير سوريين خوارزمي يعني البناء هون معهد وسكن ولا بس معهد لا معهد معهد لا معهد الطابق الاول والثاني واللي بعد السوري اللي عامل هذا المعهد شو اسمه استاذ طارق القلمون كله يعني صاير كل بلد لحالها مستقله لها لهجه لحالها مستقله وإلها عادات لحالها مستقلة رغم أن المسافات قريبة كثير قريبة 5 كيلو 10 كيلو أو حتى أقل يعني بس كل بلد إلها لهجتها الخاصة رحيبي يعني بتشتهر أكثر شيء بالرخام وبالطيور الطيور الحر الطيور الحر أي أقوى شيء يعني بالمنطقة غير المناطق الثانية اللي عقلتون وضمير ما في غيرها هي فقط المشتهرة بالرخام وبالطيور بالطيور يعني كل البلاد اللي حواليها ما لها علاقة بالطيور أو بالرخام كخبرة ما هيك بالصيد وبنفس الوقت باستخراج الرخام يعني الضمير ما فيها الجرود ما فيها المعظمية ما فيها لكنه اللي فيها اللي هلأ بالمعظمية مثلا أو بغيرها هني من رحيبة نفسهم يعني البنات برحيبة بجوز بهالحرب اختلفت الترتيب ما اختلف السفر والهجرة والما أكيد والله لا صاروا كتير في منهم تجوزوا بقولوا غربتلية مكلمين حدا برات البلد يعني يعتبر غربتلية حتى إذا كان يعني سوري عادة أنه ما بيجوزوا غير إلا من ضمن البلدة بالعادة صالحكم هاي إجي والله ما بعرف أنا ماني متجوزة شفتي يعني شفتي اللي تجوزوا والله شفت اللي تجوزوا بس اللي تجوزوا حقيقة بهالوضع ما كان يعني لصالحهم أنا برأيي لأنه اللي إجوا هدول صار في تشتت كبير للعائلات وبعدين يعني غالبا هن ليش حتى أهل بلدنا بشكل عام ما كانوا من قبل يحبوا يجوزوا غربة لي تشتت بتقول تشتت يعني هذا تشتت أنه تجوزوا لغربة تشتت طب ليه في ناس هلأ مثلا يعني من آخر الدنيا بتجي بتجوزوا من الشام والشام تتجوز يعني الأمور هذا لما يكون في وضع طبيعي يضل في وسائل اتصال أم مو لما يكون وضع حرب وقت يكون وضع حرب ممكن هدول اللي تجوزت وطلعت ما تعود تشوف أهلها ما تعود شوف بجوز يعني راحت على الغربة بعيدة يعني ما بقى يعني قبل كانوا يقولوا نفس الشيء يعني يعني إنه ما بنجوز ما بنطالع حدا مثلا من رحيبة أو من أي منطقة بسوريا بدك رايحة لبعيد أي صحيح ما في هيك شيء هيك أمل لهم يعني إيه وين كانت يعني صفة الدنيا قرية صغيرة لكن بتظل البعد مسافة مزعجة بهيك شغلة الزواج يعني لأن يعني بس حب الواحد إنه مثلا تمرض مثلا يكون أهلها بحدها بتحتاج شيء أهلها بحدها وكل شيء أما إذا مثلا إحنا برحيبة وهي بالشام مثلا احتاجت شغلة بدي مثلا مو أقل من ساعتين أوصل لعندها أو يعني إذا بدها هيك تأخذ راحتها بالبيت وشوي يعني تقلك أهلي حوالي إيه طبعا أكيد تفرق كتير لما يكون الأهل موجودين سند يعني أكيد طبعا ناحية السند وكمان مثلا هلأ كتير بيعانوا أنا بشوف هون البنات مثلا لما بدأت تولد الوحدة أو بدي يجيها ولد جديد أو شيء ما بتلاقي مين دي عيل فيها مين دي يساعدها مين دي سوي كتير بتعاني من صعوبات نهجها عرفت اسم أبوكي حضرتك نحن إجينا هيك لأنه حضرتي دورة تدريبية وكذا و... أنا حباء حباء شحادة يا أهلا وسهلا فيكي درستي كملتي لا والله ما كملت أنا وصلت للسنة الرابعة جغرافيا وطلعت قبل ما أخلص آخر فصل هلأ شو ناوية طالما عندك وقت ومجال ولا كمان
أخذ البيت وأبوك؟ يعني نص نص، وكمان عم بدرس معهد تقنية معلومات بالجامعة الافتراضية. يعني عم كمل فيها خلص سنة وماشي بالسنة الثانية، يعني هو معهد بسنتين، وعم بشوف شو في آفاق تانية. يعني أنا عملت دورة تدريبية يعني بلدي مثلا تبع مارس، كتير استفدت منها وكتير عجبتني مهنة الصحافة، وحابة أني أتابع بأني أبحث بهالموضوع وأتدرب فيه أكيد. فهذا يعني الأفق اللي قدامي. لو رجعتك بالذاكرة هيك شوي، وأكيد بتتذكر أنه شفت مسلسل أنت هجرة القلوب إلى القلوب، تابعته؟ إيه شفته. هلأ الكاتب هو الأستاذ عبد النبي الله يرحمه، حجازي من جيروت، بيعرف المنطقة، بس هو العمل فكرته أوسع. عبد النبي توفى رحمة الله عليه. فهلأ بتقول أنت يعني هاي الشيء اللي نعرض على التلفزيون أثر بالناس، يعني ذكرون أنه كيف كانت الدنيا كيف كان. طبعا بجوز تكون تحولت لشخصيات شكل آخر، لشكل آخر، يعني بجوز مثلا يكون موجود ظلم أو استبداد أو كذا، طبعا محلي موجود يعني بكل مكان. يعني في يعني بتلاقي مثلا أحيانا مختار مثلا ممكن يظلم، ممكن يكون مليح، بتلاقي اقطاعيين او يعني متنفذين. هلا وقت اللي بتصفن هيك، يعني انت موجود بتركيا وقضيت كل عمرك بسوريا، ويعني ما في مطابقه، يعني بسكر احيانا المخ ما انه كيف هيك صار. والله والليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدنا كل عجيبه، ما بعرف شو بصير معه. ذكرتني انه قديش في شعراء بالمنطقه هنيك، يعني أسماء معروفة يعني أساتذة باللغة العربية، يعني منطقة القلمون بشكل عام أو حتى يعني جيرود ويبرود والحيبة فيها هذا الشيء، يعني شيء له علاقة بالبلاغة أو شعراء. في شعراء يعني كان أبي شاعر الله يرحمه، بس طبعا هو مو متفرغ للشعر ولا شيء إنه ما يقول، لكن كان الشاعر ببلدنا حسين قشوع اسمه، حسين قشوة توفى بـ 2007 الله يرحمه. هذا كان مدير مدرسي ابتدائي، وإن كان هو مدرس يعني ما معه جامعة عربي، إلا أنه يعني مثقف باللغة العربية كثير يعني كانوا وهيك، لكنه الظروف تبعه جت غريبة. كان طبعا هو منتمي لحزب البعث وقال قصيدة أمام أمين الحافظ، يحمي الحدود من الدخيل عرمرم وينير نهج السالكين معلم، وهيك بالاخير اخر شيء يعني اخر القصيده، ابشر امين فكلنا عند اللقاء جيش يصد الطامعين عرمرم. وعانقه امين الحافظ بها المعانقه هاي، فرط لما راح امين الحافظ عم نهوا لحسين قشوع، طردوه من الحزب وما عاد له يعني ما عاد يهتم. الجماعة اللي اجت بعد أبي الحافظ مو لما اشتغلوا 23 شباط بسموه من الشباطيين هذول بيقولوا لهم، خلاص راح حسين قشوع، مع انه قدم اكثر من 100 طلب للرجعة ما مش شو بدهم منه يعني الكلمتين اللي قالوا، يعني طيب ضيف جاي لعنده عانق أمين الحافظ. يلا ان شاء الله اشوفك هيك دائما بصحة وبهمة، والله يخلي لك هالولاد والاحفاد ويا اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.